شبرو كانت شبريو تي اخبرو اوف بشنايو هونو شبرو يوريد قامثو بشنايو الان الطفل يكبر بالقامتي والسنوات اذا هدول وصلوا مني رح نوصل للعكوس مع بعض بورو نانيرو جاهز ذكي تضامنا مع اليوم العالمي للغة الأم نحتفل كمان نحن بلغتنا السريانية نعايد فيها تضامنا مع اليوم العالمي اللي حدثته الأمم المتحدة لحماية اللغات المهددة بالانقراض أو الاندثار طبعا من ضمنها اللغة السريانية اللي مع الأسف الواقع هلا صاير كتير صعب ونحن كمؤسسة أولفتا وعم ندافع وبقوة شديدة لحتى نحمي هاي اللغة من الضياع والاندثار مؤسسة أولفتاو قائمة من العام 2014 عم تعمل المناهج الكاملة باللغة السريانية وتعمل على إعداد وتخريج المعلمات والمعلمين من أجل تدريس هالمناهج باللغة السريانية طبعاً المناهج جاهزة من الصف التحضيري للبكالوريا بالفرعين العلمي والأدبي باللغة السريانية الكاملة اللغة هي من مقومات حياة الإنسان وفكره طبعاً وجود اللغة وثبات اللغة هي ثبات الإنسان وثبات وجوده بالأرض اللي هو عايش فيها يعني اللغة كلياتنا نعرف اللغة الأم هي اللغة اللي الإنسان لما يولد يرضعها مع حليب أمه يعني المبادئ الأساسية اللي يتعلمها بحياته من عادات وثقافات وكل شيء يتعلمه هو باللغة يتعلمه فنحن نركز أكثر شيء على التعلم حتى باللغة الأم لأنه تثبت كل شيء بمفهوم الطفل حتى يقدر ينطلق لحياته هو كامل ثقته بنفسه هلأ اللغة السريانية مثل كتير لغات مع تطور تطور التكنولوجي تطور المجتمع نشوف انه قسم من الشعب طبعا مو الكل يقول انه ما رح نستفاد من اللغة السريانية في المستقبل لانه مثلا بالجامعات والمعاهد ما رح تدرس كلغة سريانية ما رح تدرس يعني فيفضل انه ندرس مثلا عربي او انجليزي او بغض النظر عن حسب الدولة اللي هني عايشين فيها يعني صار في اهمال كتير من قبل الاهل ومن قبل المجتمع بشكل عام بشان انه مثل ما قلت لك موضوع انه الدراسه تكمله الدراسه والمستقبل انه ايش راح يكون يعني بالنسبه للغه الهجمات اللي صارت كثير على خصوصي الشعب السرياني خصوصي باخر فتره يعني من تهجير من الصعوبات اللي كانت عم تمر فيها المنطقه بشكل عام يعني كمان هدول كل الاشياء اثروا لحتى انه يصير اهمال للغه وضياع للشعب قبل ما يصير ضياع للغه كمان يعني كل هدول الشغلات ياثروا بمشروع الاداره الذاتيه نحن كشعب سرياني يعني قدرنا نحصل على قسم كبير من حقوقنا قسم كبير من نقدر نقول إثبات وجودنا هي كانت فرصة بصراحة تكون فرصة ذهبية لحتى نحن ناخد هاي الفرصة لنا ونستعملها لحتى كمان نطالب فيها بحقوقنا ونثبت فيها وجودنا يعني كان مشروع الإدارة الذاتية هو من مقومات تنقول الكتير كبيرة والدافع الكبير اللي ساعدتنا لحتى نرجع نعيد إثبات وجود السريان إن هن شعب حضاري شعب موجود شعب عريق شعب أصيل شعب صاحب المنطقة نقدر نقول لهالشي كمان هاي كانت الفرصة لنا حتى نعيد إحياء كمان مثل ما قلت لك اللغة السريانية من خلال إعداد المناهج إعداد المعلمين هلأ عم نشتغل نحن كمؤسسة أولفتاو على إعداد قصص مصورة للأطفال برامج كرتونية هدول كلياتهم باللغة السريانية كمؤسسة أولفتاو فتح معهد إعداد المدرسين للغة السريانية لحتى نستقطب كمان طلاب يدرسوا باللغة السريانية يتخرجوا يصيروا معلمين باللغة السريانية بالإضافة إلى الأنشطة الصيفية اللي دائما نحن نقوم فيها للأطفال للتركيز على اللغة السريانية الصيف طبعا غير المدرسة وكمان مثل ما قلت لك عم تشتغل على مشروع اعداد قصص مصورة للأطفال باللغة السريانية وأفلام كرتون وأغاني باللغة السريانية الشعب السرياني هو أكيد رغبته كتير كبيرة لحتى يكمل المشروع مثل ما نحن عم نشتغل فيه يعني كان من تدريس الأطفال بالمنهاج كامل مثل ما قلت لك باللغة السريانية إلا كان فيه صعوبات وكان فيه مواجهات طبعا لا يخلو الأمر من هذا الشيء بس نحن عم نشوف إنه لما ندخل لبيوت العالم ندخل لقلوب العالم للجوهر عم نشوف انه في عندن رغبه بهذا الشيء يعني في عندن رغبه بس المشكله مثل ما قلت لك هي المجتمع بشكل عام
يعني في صعوبات عم نواجهها. مشروعنا مستمر وما رح نوقف ابدا كما قلت لك، ابتداء من معهد اعداد المدرسين اللي نحن عم نشتغل هلا حاليا على اعاده افتتاحه واعداد المنهاج الكامل تبعه. طبعا نحن لانه رغبتنا مثل ما قلت لك هي انه نضل مستمرين فيها لحتى ما نتوصل انه يدرس المنهاج كامل باللغه السريانيه. رسالتي انه مع هالوضع اللي نحن فيه ومع الصعوبات اللي نحن عم نواجهها، صعوبات اقصد فيها صعوبات سياسيه واجتماعيه وثقافيه على المنطقه بشكل عام، على مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص، رسالتي هي انه نحن رح نضل مقاومين، نحن رح نضل ثابتين بارضنا، ندافع عن حقوقنا، ندافع على لغتنا، ندافع على وجودنا. طبعا هذا الدور ما رح يقتصر على عمل مؤسسه لحالها، يعني ايد لحالها ما رح تصفق. الدعوه هي رح تكون للمجتمع بشكل عام، لاصحاب الضمير، لاصحاب النخوه، للي يحبوا لغتهم، اللي يحبوا يكون وجود ثابت بهاي الارض. رسالتي هي انه كلياتنا مع بعض لازم نشتغل كمؤسسات مجتمع مدني، سياسيه، احزاب، المنظمات، كلنا يشتغلوا مع بعض لحتى اللغات المهدده بالانقراض بشكل عام كامله يعني نحميها من الضياع والاندثار.